أحسن الله إليك يا شيخ. تعجيل الزكاة لسنوات عديدة. نعم. يعني المنكوبين والذين تحل بهم المصائب. ما حكم؟ تعجيل الزكاة قبل حلولها. لأكثر من سنة. لأكثر من سنة. الصحيح أنه جائز لمدة سنتين فقط. ولا يجوز أكثر من ذلك. ومع هذا لا ينبغي أن يعجل. لا ينبغي أن يعجل الزكاة قبل حلول وقتها. اللهم إلا أن تطرأ حاجة كمصلبة شديدة أو جهات أو ما أشبه ذلك، فحينئذ نقول يعجل لأنه قد يعرض للمفروض ما يجعله أفضل، وإلا فالأفضل أن لا يزكي إلا إذا حلت الزكاة، لأن الإنسان قد يعتري ماله ما يعتريه من تلف أو غيره. وعلى كل حال أيضا انتبه إلى أنه لو زاد عما هو عليه حين التعجيل فإن هذه الزيادة يجب دفع زكاتها.